إلى العملات المشفرة مشاهدينا التي عاكست اتجاهها وعادت للهبوط بعد تعافيها أمس من الاضطراب الناجم عن التصعيد في منطقة الشرق الأوسط. وهبطت بيتكوين بنحو 0.6% بعد صعودها 1.5% في بداية التعاملات، وبذلك تكون أكبر عملة مشفرة قد خسرت أكثر من 6% على مدار 3 جلسات. وعمقت الريبل من خسائرها لتصل إلى أكثر من 8% بعد استئناف هيئة البورصات الأمريكية على حكم في قضية مع الشركة المصدرة لها. وشهدت صناديق العملات المشفرة تخارج استثمارات صافية بقيمة 91 مليون و760 ألف دولار على مدى يومين.